هلا فيكم بقناتي التركية بسهولة، معكم الآن سأماني دويدري. هذا الدرس موجه لطلابنا صف 11 والبكالوريا، رح نكمل مع الحكاية. بكي أركداشلار، درسimiz başlasın. اليوم رح نحكي عن مفاهيم الحكاية. بدرس سابق قلنا بعصر الجمهورية بلشت تظهر عنا مفاهيم متعددة للحكاية. عنا أربع مفاهيم، شو هن؟ عنا بيرين إيج دنيا سانلطان حكاية، توبلونجو جيرتشيكتشي حكاية، مودرنست حكاية، ملي وديني دويرقلو حكاية. طيب أنا في عندي شغلة بدي أوضحها لكم، طبعا هدول كلياتهم رح نحكيهم هلا بشكل مفصل، لكن في شغلة رح نحكيهم بشكل سطحي أول شيء حتى يتركزوا هيك بمخكم، حتى وقت تشوفوا الحكاية فورا تعرفوا هاي الحكاية شو نوعها، تمام؟ فإذا كيف بيجيبوا لكم هذا السؤال؟ بيجيبوا لكم حكاية، مقطع حكاية، بيقولوا لكم هاي الحكاية شو المفهوم اللي انكتبت فيه؟ هلا في عنا طريقتين لنجاوب على هذا السؤال، إذا اسم الكاتب موجود فنحن بدنا نكون حافظانين أسماء الكتاب تحت أي مفهوم كتبوا حكايات، فينا نجاوب بهالشكل، أو فينا نجاوب حسب ما نحن نكون فهمانين المفهوم. طيب مثل ما شايفين عنا هون شخص حلو حباب، هذا اسمه كمال. كمال. هلا إذا كان كمال بسيكولوجي تشاتشمالري إكلمالري أنلطيورسا، يعني إذا كانت الحكاية عم تحكي عن مشاكل كمال الداخلية بينه وبين نفسه، مشاكله النفسية، مشاكله العقلية، حياته، عم تحكي عن شي جواته لكمال، عم تعبر عن أفكاره عن أحاسيسه لكمال، فبالتالي شو هاد اسمه؟ هاد اسمه بيرين إتش دنيا صنع اللطان حكاية، تمام؟ طيب إذا كانت الحكاية عم تحكي عن القروي كمال، عم تحكي عن العامل كمال، عن مشاكله لهذا العامل، عن مشاكله لهذا القروي، وكيف رح نحل هاي المشاكل تبعه، فهي شو بتكون؟ بتكون توبلونجو جارتشيكتشي حكاية. أما إذا كانت الحكاية عم تحكي عن إنه كمال انتقل على المدينة وعايش بالمدينة ومع ذلك يشعر بالوحدة، يشعر بالغضب، كمال معاجبه هي الحياة مع إنه حياة مدنية، حياة جديدة، فبالتالي هي شو بتكون الحكاية؟ مودرنست حكاية. أما إذا كان كمال المسلم التركي عم تحكي عن تركيته، عن قوميته، أو عن شيء ديني موجود بكمال، فبالتالي شو بتكون هي الحكاية؟ ملي وديني ديالكلي حكاية. هي بشكل عام، تمام مع أركداشلار. هلا خلونا نشوف هون وحدة وحدة. أول شيء بدي أبدأ عن مع توبلونجو جيرتشيكتشي حكايلر. هذا المفهوم جدا جدا مهم، وأكثر شيء بيجيبوا منه الأسئلة هو وبيرين إيش تنياسا. طيب توبلونجو جيرتشيكتشي إمتى بلش؟ عام 1940 1960. عن شو بيحكي؟ Toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşırlar. Eserlerini ağ köylü, öğretmen imam, halk yönetici, zengin fakir, güçlü güçsüz, aydın cahil gibi belirgin farklılıklar üzerine kurarlar. Şu manada hadil hakim. Hadil hakim yani انه هي الحكايات اللي بتحكي تحت المفهوم الاجتماعي هي بتحكي عن عدم المشاكل تبع المجتمع، بتحكي بآثار عن المشاكل بين الجاهل والمثقف، بين الشعب والحاكم، بين العامل والصاحب الشغل، فبالتالي هي المشاكل تبعها بس نشوفها الحكاية في شو بتكون توبلونجو جيرتشيكتشي. Peki توبلونجو جيرتشيكتشي eserlerde anlatım tekniklerinden daha çok anlatılan şey önemli. Yani الحكاية ما المهم تقنية الشرح فيها، ما مهم شكل الحكاية، المهم الشيء اللي عم ينحكى فيه، الموضوع. يعني الحكايات التوبلونجو جيرتشيكتشي الشيء المهم فيها هو الموضوع. توبلونجو جيرتشيكتشي yazarlar genellikle kendi ideolojik söylemelerini eserlerine yansıtılmışlardır. Yani görüşleri anlatmak belirli bir siyasi anlayışı savunmak için bir araç olarak kullanmıştır. الكتاب بهذا المفهوم شو عملوا؟ هن عم يدافعوا عن مفهوم معين، هن عم يدافعوا عن فكر سياسي معين أو عن فكرة معينة، فبالتالي استخدموا الأدب لهذا الشيء وعكسوا هذا الشيء على أثارهم. Toplumcu gerçekçi anlayışını ortaya çıkmasında özellikle köy enstitüsü mezun olan yazarların büyük etkisi vardır. Yani عم بيقولولنا إنه المتخرجين في عنا شيء اسمه köy enstitüsü. شو يعني؟ يعني بالقرى مثل ما بنعرف في مدارس، في مثل هيك معاهد صغيرة،
المتخرجين من هناك وبعدها صاروا كتاب عظيمين، هن اكثر ناس طالعوا حكايات تحت المفهوم توبلوم جوجاجيكجي. ليش؟ لانه ايتشين دي شيان عاشوا هن جوات هدول الناس، عاشوا بالقرى، بيعرفوا شو هي مشاكلهم، بيعرفوا شو بدهم، فبالتالي هن اكثر ناس كتبوا حكايات تحت مفهوم توبلوم جوجاجيكجي. توبلوم جوجاجيكجي eserlerde realizm ve naturalizm etkileri vardır. فإذا ب التوبلوم جوجاجيكجي أثارة بنلاقي تأثر هاي الحكايات من التيار الرياليزم والناتوراليزم، تيارات كلها حكينا عنها فأكيد بنعرف شو يعني. توبلوم جوجاجيكجي يزارلار رومان وهكايلرين ده سادة بيردل. كيف كانت اللغة؟ طبعا هن عم يخاطبوا الشعب، يعني عم يحكوا عن مشاكل الشعب، فما رح والله يزينوها للكلمات والكتابات اللي موجودة بالحكاية، لا، اللغة شو رح تكون؟ رح تكون جدا بسيطة. هل kültüründen yer alan birçok unsura yer vermişler. Kahramanlarını bölgesel ağızlarına göre konuşturmuşlardı. Bil hikayat اللي هي تحت المفهوم الاجتماعي وقت بيكون في عنا بطل بقلب الحكاية بنلاقيه عم يحكي بلهجة المنطقة اللي هو منها. طيب هلا عنا تمثيل جيلري، يعني الكتاب اللي كتبوا حكايات تحت مفهوم التوبلومجو جيرجيكتشي، بدنا نشوف شو هن وشو مميزاتهم خصائصهم وشو هي آثارهم. أول شيء عنا صباح الدين علي. صباح الدين علي موبسان تارزي أيكوليريلا و özellikle كويوجاكلي يوسف adlı romanıyla tanınmıştır. فإذا صباح الدين علي حكاياته على طراز موبسان، يعني طراز أولاي حكايسي. أكثر رواية مشهورة إلو كتبت بهذا المفهوم هي كويوجاكلي يوسف. إذا صار عندكم وقت يارتك تقروا الملخص تبع هاي الحكاية، الرواية مهمة. Eserlerinde aşk teması etrafında güçlü güçsüz ezan ezilen çatışmasını anlatarak okuru bilinçlendirmeye çalışmıştır. فإذا بأثار ولا صباح الدين علي كمان منشوف عنده aşk teması، يعني موضوع الحب، وكمان منشوف بأثاره بحكاياته موضوع بين القوي والضعيف، الجبار خلينا نقول الضعيف كمان. فبالتالي دائما في عنا متضادات بحكايات صباح الدين علي. هلا نجي على أورهان كمال. إسالرينده tarlada çalışan ırgatların, fabrikadaki işçilerin, köyden kente göç eden gurbetçilerin acıklı hikayelerini gerçekçi bir şekilde anlatır. فإذا بيحكي حكايات المؤلمة للي عم يشتغلوا بالمصنع، للي عم يشتغلوا بالأراضي، للي عم يهاجروا من القرية إلى المدينة كرمال العمل. فبحكاياته لأورهان كمال منلاقي هذا الشيء. شوفي عنده Ekmek Kavgası adlı öykü kitabı ile Baba Evi, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Murtaza adlı romanları tanınmıştır. Hedol Esma rivayetle Orhan Kemal en'araf fihon. Nici anna Kemal Tahir ilk dönem romanlarında gerçekçi bir yaklaşımla köy kent sorunlarını, hapishane yaşamını yer veren yazar, daha sonraki yıllarda tarihsel ve siyasal içerik ki romanlarıyla tanınmıştır. فإذا Kemal Tahir كمان عنده حكايات وروايات تحت هذا المفهوم. أكثر شيء حكى عنه هو القرية والمدينة. أثاره بهذا الشكل نحفظهم. عنا يشار كمال eserlerinde özellikle Çukurova köylüsü ile Güney ve Doğu Anadolu insanının çeşitli yönleriyle anlatmıştır. حكى الجهات المتعددة المختلفة بشعب تشوكوروفا وشعب الأناضول بين الجنوب والشرق. هلا أورهان كمال، يشار كمال، كمال طاهر، كمالار، هدول ثلاث أسماء فيهم كمال كتير مهمين، منفرق بيناتهم لحتى ما تخربطوا. بجيبوا لكم سؤال بالامتحان بيقولوا لكم مثلا كيم يزاره، يعني مين هذا الكاتب، فبيحطوا لكم كمال طاهر، أورهان كمال، يشار كمال، فبتلاقوا كله كمال فبتخربطوا، ما انخربت بيناتهم بعد إذنكم. بيكي anlatımda halk türkülerinden, masal ve efsanelerinden faydalanmış. Bu yüzden de destan lirik bir üslup kullanmıştır. Feyzan, Yaşar Kemal عنده üslup lirik, yani عنده اسلوب هيك فيه نوع من الحكايه، بتحس انه عم يحكي لك قصه، يعني مصال هيك قصه خياليه. بو anlatım tarzında tipik örneği ince misal على هذا الشيء عندنا ince Mehmet romanıdır. روايه ince Mehmet eserleri بهذا الشكل نحفظهم لهدول الاثار. Fakir Baykurt köy romanının önünde gelen isimdir. Köy nüstüsü bir yazar.
فقير بايكورت هو من أحد كتاب الكيرينستو اللي هن قلنا متخرجين من معاهد القرى. Bu yazar ne anlatıyor? Surrealist gerçekçi bir çizgidir. Köyü ve köylüyü gürbetçilerin yaşamını oldukça canlı bir şekilde anlatan yazarın öykülerinin yanı sıra özellikle yılların ucu. أسماء أثاره هدول. فإذا هذا الكاتب شو حكى لنا؟ حكى لنا عن المغتربين، سواء كانوا مغتربين من المدينة إلى القرية، سواء كانوا مغتربين من تركيا لخارج تركيا. أكثر شيء بنعرف الأتراك هاجروا على ألمانيا كرمال العمل. بكي عنا عزيز نسين يلن بير ديلة توبلومدكي أكسيان يولاري يرجيلي إلي فيريشلي طرفları أبارتلي تيبلري إيرونيك بير شكل ده أنلاتان رومان هكاية وأويونلاري إلي تنلر. عزيز نسين عنده حكايات وروايات ساخرة عن مشاكل المجتمع، عن الشغلات الناقصة بالمجتمع، فأسلوبه ساخر بحكاياته. هدول أثاره لعزيز نسيم. بكي عنا رفات الغاز Öykü başta olmak üzere şiir, roman, piyes türlerinde eserler vermiştir. Toplumsal sorunları güldürür öğesiyle birlikte vermiştir. Rıfat Elgaz Kaman hikayatı, kitap hikayatı bir üslup dahik, masahir. Aziz Nesin üslup sahir. Ama Rıfat Elgaz üslup dahik. Ando hemen şiir, roman, öykü, oyun öğelerinin kaynaştığı karma bir türü temsilcisi olmuştur. Yani rivayet, hikayat ve mesrahiyat tlat ton heke ben ul tlat bwahed min Rıfat Elgaz min ektar el kütab اللي دمج بين هال تلاتة. عنده أثر معروف كتير اسمه حباب مصنفة، كلياتنا أكيد شايفين الفيلم أو أغلبنا شايفين فيلمه. وعنده أثر تانية مهمة. Evet arkadaşlar, hatken şu ken mafhum toplumcu gerçekçi hikayeler. Feizen mafhum el toplumcu gerçekçi. Hala anna mafhum tani, abel men enhi el video tabana, huve milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayeler. Hikayat tahti el mafhum el dini vel kavmi. Milli duyguları ve Türk tarihinin işleyen eserlerdir. Hiye eser ebtihkan el tarih el Türki, tarih el kavmi, el Türki el ahasis el kavmiye la el etrak. Hikayeler, Mopsant olay öyküsü tekniğiyle yazılmış merak unsuru yüksek eserlerdir. Yani anna hay hikayatin ketbet ala tiraz olay hikaye ve unsurul fudur cidden ali bi hay el hikayat. Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenerek idealize edilmiş karakterlere yer verilmiştir. Feizan şu menşuf bi hay el hikayat av min vein et eseret hay el hikayat min el anas, min el basadir el kavmiye, min el masadir el mitoloji, من الدستان الملاحم. هدول كلياتهم الحكايات هاي تأثرت منها. Hikayeler açık, anlaşılır bir dile yazılmıştır. فإذن اللغة اللي انكتبت فيها مفهومة وواضحة. طبعا مثل ما بنعرف فيها أقسام السيرم ديوم والچزم. Din olgusu ön planda çıkarılmış. Dini yaşama ait unsurlara sıkça başvurulmuştur. طبعا من اسمها هي تحت مفهوم الدين القومي. فبالتالي عنصر الديني من لاقي عالي جدا بهي الحكايات. تمثيلجيلري هن بهذا الشكل حليدة إديبادوار، يعقوب كادري، ريشات نوري، مدحت جمال، حسين نهال أطسز، مصطفى نجاتي، بهادين أسكيشي، منور آياشلي، أمينة إشنسو وسيفينج جوشكول. Evet arkadaşlar, usulna la nihayet videona. اليوم حكينا عن toplumcu gerçekçi hikayeler. أول مفهوم عنا. وحكينا كمان عن خلينا نشوف، حكينا عن ملي ديني duyarlılıklı هكاية. بالفيديو الجاي إن شاء الله رح نحكي عن بيرين إيج دنياسنا وعن المودرنست هكاية. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. مثل ما قلت لكم هذا الفيديو موجه لطلاب صف الحادي عشر والبكالوريا. بتمنى إذا عجبكم الفيديو شوف هذا الشيء بتعليقاتكم. أي اقتراح فيكم تتواصلوا معي، فيكم تكتبوا لي بالتعليقات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. كان ديني زي وكن، واشتكلن.